اليوم ينادي يا ابن آدم، القبر كل يوم ينادي يا ابن آدم، تمشي في جماعة على الأرض وسوف تقع وحيدا في بطني يا ابن آدم، تفرح فتفرح على ظهري وسوف تبكي في بطني يا ابن آدم، تأكل أموال الربا والحرام واليتامى على ظهري وسوف يأكلك الدود في بطني يا ابن آدم، تنظر إلى الحرام بعيني وسترى ما يستمر في بطني يا ابن آدم، تسمع الحرام في أذني وستسمع الأهوال في بطني يا ساهي يا باطل، سيحملك أهلك وأخلاقك إلى تلك الحفرة، سيتبعك مالك وولدك وعملك، سيرجع الكل وسيبقى العمل، ستتزوج الزوجة من بعدك وسيتقاسم الأولاد أموالك، وأنت ينادى عليك رجعوا وتركوك وفي التراب خضعوك وللحساب عرضوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وابن الحي الذي لا يموت. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كأني بك تنحر إلى اللحم وتنغب، وقد أسلمك الرب إلى أريق من الشم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينثر العود ويمسي العظم فدون. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم السكرات الرسل، ألهاكم السكرات حتى تصدموا المقابر، ستسمع قرع نعالكم وستبقى وحيدا فريدا إلا من العبث. هناك ستمتحن امتحان شديد، وعند الامتحان يكرم الموت بالغالي، امتحانات الدنيا تعظم والعرف ترقى مرات ثلاثه يوما كريم جميعاً، ويوم الفصل ما بين الكفون. تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم، تناسوا يوم تدنو الشمس منهم كقدر الميل بالخطب الجسيم،